انتوا ليش تبغوا تسيبونا عند خالته؟ اكيد في خيارات تانية. زي ايش مثلا؟ زي عم فلافيلو. انتوا نسيتوا اللي صار اخر مرة من فلافيلو لما سبتكم معاه وخرجت؟ كله يهرب، البيت بيقع، وزعوا. كان مفروض تخلي بالك من الطفلين وبس، ما تخرب الدنيا وتقعد يا زول. عشان انا مش قد المسؤولية. تمام، ممكن رستم باشا؟ رستم باشا؟ لا طبعا ما ينفع، انتوا عارفينه كمان كويس. لقيتها، الدكتور. دكتور ابو العينين؟ متذكرين كان بيسوي انسان آلي عشان يحكي حكايات؟ وفي آخر الحكاية الأمير والأميرة عاشا حياة سعيدة 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 سعيدة. انظر هناك خطر، انظر هناك خطر، انظر. راح تتحول ولا إيش؟ تفعيل حالة الدفاع الآلي ضد الخطر في أسرع وقت. الشبشب جاهز. ليش حطيت شبشب مع روبوت آلي بيقرأ حكايات؟ مش عارف ليه طعم بقوة شبشب زيادة. انتوا رح تقعدوا عندها حوالي ساعتين ثلاثة بالكثير. بس يا ماما انت عارفة ان خالتي نظمية مهووسة بالنظافة، ما بنعرف نلمس اي شيء. في مرة عطست عندها غسلت وجهي بفرشة وصابون ثلاث مرات. اتش اوه ميكروبات. ماما انت مو متذكرة هذه ما بترضى تسلم علينا واستخدمت ملقط عشان تلمسنا، انت كيف نسيتي؟ عيدك مبارك يا خالة نظمية. أهلاً أهلاً، عيدكم مبارك يا ولاد. ممكن تقلبين الكفتة قبل لا تنحرق يا نظمية؟ ما تتريقش عليا. وش؟ تمام وما أسمع صوت أي أحد فيكم. من برا؟ إحنا يا نظمية، افتحي يلا. كله يسيب تليفوناته والحاجات المعدنية في الصندوق اللي جنب الباب ده. أوه نظمية مستواها عالي مرة، كيف حنتعامل معاها؟ حنا داخلين الجيش ولا عند قريبتنا؟ ماني فاهم. إحنا ما حندخل عندك يا نظمية، الأولاد هدول أمانة. يلا أشوفكم بعدين، باي باي يا حلوين. يا أولاد حاولوا تمشوا على نظام النظافة، إياكم تنسوا. أنا أقصد أقول يعني إنه لازم. امشي يا ضرغام، قل لهم وعرفهم قصدك بعدين، إحنا تأخرنا. دلوقتي تقدروا تدخلوا. ماني مصدقة، هذه كابينة تنظيف؟ يا خالة إحنا جايين من البيت حالا، مو من قمامة البلدية. خلاص ادخلوا الكابينة. مو فاضل غير انها تحط لنا خدمه على وجوهنا بعد ما صرنا نلمع. ما دام نظفتوا يبقى هتكلم معاكوا على بعد مسافه 10 متر. قبل ما تستخدموا صوتكم اللي مليان ميكروبات ده هوضح شويه قوانين. اوه كويس، ما فيها ملقاط. اهو. واحد، ما حدش يلمس اي حاجه. اتنين، ممنوع العطس والكحه والنفس العميق تحت اي ظرف. ممكن نرمش بعيوننا بعد اذنك. ثلاثه، بلاش خف الدم. اربعه، قبل ما تقعدوا على اي كنبه استخدموا اكياس الاستخدام الواحد اللي متعلقه قدامكم. رزان قولي لي لما تجوعي لان بابا وماما تركوا لنا فلوس عشان نطلب. ورقه فلوس؟ انذار احمر. تم بدء بروتوكول ورق النقود. تم بدء بروتوكول ورق النقود. ارمي الفلوس بسرعة على الأرض. ما حسيبها، هذه فلوس الشاورما حقتي. مش هكرر الطلب ده تاني. هناكل شاورما بايش دحين؟ بدأت تستفزني. تم محو ميكروب النقود نهائيا. تم إنهاء الحجر بنجاح. إياك تقعد هنا، إياك تلمس هذا. إيش حسوي في البيت أنا؟ يا ويلي. بالراحة عليا، بالراحة عليا، هاتك قلب مني. إيدي اتزنقت جوه، ارحمني. استنى استنى، ما تجيش ما تجيش، في ورايا طيلة كتير. استنى عليا. مش عارف استنى. مش أنا قلتلك استنى ما تجيش يا فلافيلو؟ بخرق برق ديق ديق. بيقولوا إن حمام الطين بيفيد الجلد ويرطبه. إيه ليث عامل إيه؟ أوف أنا جلدي تشوى من الحر خالص. ياه محتاج كوباية مية ساعة دلوقتي ولا كوباية عصير؟ أيوه أنا كمان عطشت أوي يا ليث، هات لنا كوباية مية ساعة من عندك بسرعة. يلا تعالى يا رستم، تعالى نشرب مية. إيش؟ مية إيش؟ أنتوا ما تيجوا هنا أبداً، ما ينفع تدخل البيت هذا بالشكل ده. يلا يلا أجري، الأخير فاشل كبير. هاي هوم هوم هاي. لاا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 ا
شوفي مين على الباب، ايدي مش فاضية. تمام انا رح اشوف مين برا. ازيك، انا فلافيلو رجل الطين فلافيلو، ومعاه مساعده الهوها والغلبان جدا. ايه ده؟ عم فلافيلو وصل. لا اياك تفتحي. ترارارا تبتيريرا تبتيريرو، رجل الطين وصل دحين. ايش سويتي يا رزان؟ انت هنا كده؟ اوهو البيت ده نضيف زيادة عن اللازم. اوه محتاج يتوسخ قليلا. بس 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 انتوا متوسخين مرة، متوسخين زيادة عن اللزوم. امشي يا رستم على المطبخ. مية ساعة مية ساعة مية ساعة مية ساعة. لو خالته نظمية شافت الطين هذا هتتحول لوحش وهتفترسنا احنا. اوه مستحيل، ايه ده؟ يا خالته استني اشرحلك. اهربوا بسرعة. ايش؟ اللي خايف على نفسه يهرب. ليه؟ ايش اللي بيصير هنا؟ قلت لكم ألف مرة ما توسخوش البيت. اهربي كمان خد كمان يلا، ولا اقول لك هات اللي في ايدك. لو عليا كنت دخلت معاكم في مسابقة الزعيق وكنت انا اللي هكسب. هادي مو مسابقة صراخ يا عمي، خالته صارت وحشة وهتفترسنا. بقت وحشة. على فكرة مو بتريق. يعني بقيت وحش؟ انت عارف خالتك هتبقى شبه ايه؟ كانت هتبقى وحشة شبه اللي وراك بالظبط. يا لهوي انا مش مصدق نفسي بتاتا. الخاله بقت وحش فعلا، ودي حاجه غريبه. اهربوا بسرعه، اهربوا. ايه الخالة دي يا جماعة؟ دي غريبة قوي. غريبة، انا خالتي بتعمل كروشيه وبتعمل محشي وفي منتهى الهدوء، مش بتبقى وحش زي دي ابدا. هادي مو خالة طبيعية ابدا، هادي خالة مهووسة بالنظافة وحتأذينا. لقيتها، خوف خالته صار حقيقة، البيت حقها كله امراض. طبعا، لكن ايش حنسوي؟ لازم تواجه مخاوفها عشان تتغلب عليها ونساعدها. حنعمل ايه دلوقت؟ انتوا من فين جبتوا الطين اللي طيبتوا فيه هذا؟ من الحفرة اللي في نص الشارع عند شباكها. تمام، روحوا جيبوا سيارة شفطوا تعالوا وانا هتصرف، وحنجيب خالته معانا على الحفرة ونعالجها. جه معاد التنظيف. يا ويلي، مفكرة نفسها بتنظف باللي قاعدة تسويه. لو ما وقفناها المدينة كلها حتتدمر. او ممكن كده تنهد، ماني عارف ايش اسوأ من التاني. ماذا يحدث؟ الشوفير عربية الشفط. اقف حالا باسم القانون لو سمحت. اقف باسم عربية الشفط. احنا محتاجين عربية الشفط بسرعة ارجوك. ايوه لازم ناخدها لحسن الست دي هتاكلنا. ايوه بصراحة تعبانة ومحتاجة عربية شفط. ارجوك حاول تساعدنا. لا ادري ماذا بهم، خذوها وافعلوا بها ما شئتم. النجدة، لما تريد قريبتكم سيارتي؟ ولي كده نجحنا. احنا الاثنين عباقرة لو زعيين. لا بقى معلش يا رستم باشا، انا ببقى شاطر وذكي مع درغام بس. فيها ايه لو تعملها معايا مرة واحدة يعني؟ الكلاكس بتاعه صوته حلو قوي. اوه، هو انتوا جايين من حفلة رغاوي ولا ايه؟ يلا حطوا انبوبة سيارة الشفط في الحفرة. تمام. ميكروبات دي جاي علينا وقربت مرة. خذوا الخرطومة التاني وافتحوا الصمام. حفلة الطينة الرهيبة. لا مش نظيف، كل حاجة مش نظيفة. كل هذا مجرد وهم في راسك، انت اللي مكبر الموضوع. شوفي الطين في كل مكان، بس انت لساك عايشة. ايه رأيك، مش عندي كاريزما عظيمة؟ اتفرج على اللي بيحصل هناك، بص كويس، تقريبا كده في موضوع كبير قوي. تمام، ما ينفع تكبري موضوع النظافة هذا، لازم تهدي شوية. الأمور ما هي كده، كل ما تقل الوسوسة اللي عندك كل ما تصير حياتك سعيدة. حاولي وحتقدري. تقريباً أنت عندك حق، دلوقتي أنا مش حاسة بأي حاجة وحشة، الطينة مش مضايقاني زي الأول، وأنا سبت نفسي للموضوع زي ما قلتي. أنا متشكرة قوي إنكم فكرتوني بالكلام ده يا أولاد. أخيراً خالتو رجعت. تعالى نروح نحتفل معاهم. بقى عندنا خالة إحنا كمان. حرب الطينة؟ يلا حصلوني.
قول لي يا رستم احنا نبقى مين؟ احنا الشطار. هو انت ما صدقت؟ طبعا مش انت. ماليش دعوة، انا اريد ان اكون صديقك زي درغام. بابا مو معقول كل هذا بتنفخها، صارك 3 ساعات ونص وانا طفشت. يا بنتي مو معقول جالسه تذاكري من الصباح، يلا انزلي حمام السباحه. طيب رح انزل، بس مين حيسوي الواجب اللي مطلوب مني؟ عم فلافيلو مثلا؟ ايوه امال مين؟ الواجب بتاعك ده على اسمي اصلا، معروف ان فلافيلو ابو الواجب كله. طيب يلا قولي، ايش تاثير التطبيقات التليفون المحمول بالتكنولوجيا المتقدمه على حياتنا اليوميه وخاصه في المجتمعات اللي تشبهنا؟ ايش من وجهه نظرك ايجابيات وسلبيات تاثيرها على حياتنا؟ ولا تقول لي كلام عام كده ومو مفهوم. ايش هي مميزات تطبيق الموبايل المثالي؟ وايش مستقبل التليفونات الذكيه يا ترى يا عم فلافيلو؟ ابعدي عني الكاميرا. ايش رايك، سهل ولا صعب؟ انا مش قادر ارد على كلامك ده كله دلوقتي، هروح البيت افكر بحزن واعيط تحت الدش من غير ازعاج، وبعد كده هعمل تطبيق موبايل رائع اواجهك بيه وهيبقى اعظم من بتاعك. وبكده يكون ايش؟ هوريك ان هنا في دماغ كبيره مش حله محشي. هادي معدتك. خلاص اهي هنا. هذا كتفك. ممكن تسكتي بقى كفايه؟ اخيرا قدرت تنفخها يا بابا، برافو. بس انا متعصبه قوي، وساعه هنزل حمام السباحه اخر مره معاكم. بشويش يا عم فلافيلو بلا تهور. يا ابو الودان، يا ابو الودان فينك؟ اسم ابو العينين، العينين. سيبني بقى، انا خايف منك. انت مين؟ انا ابو العينين طبعا. ايه ده وشك عامل زي الفضائيين ليه؟ مش فضائي يا ابني افهم، انا عامل ماسك زبادي وخيار عشان وشي يفضل شباب. نزلني بقى يلا. اسف يا دكتور ابو العينين. تمام تمام، قول لي بقى ايه اللي جابك النهارده؟ في حته خيار وقعت من على وشك على الارض يا دكتور، اكلها؟ كلها تمام. انت عارف انا جيت هنا عندك ليه؟ انا عارف، عندي جهاز بيقرا افكارك. قول لي كده، طيب بفكر في ايه؟ الكباب والحلويات، هو انت بتفكر غير في كده؟ صرخنا كده ليه؟ مش عارف، المهم كنت بهزر معاك عادي، مفيش جهاز عندي بيقرا افكار اي حد، عندي جهاز ما بيقراش افكار اي حد، بص بيحطه على راسك كده ما بيحصلش اي حاجه. انا مش مصدق الولا حاجه، ده انجاز كبير. المهم قول لي انت جيت عندي هنا ليه؟ لازم اثبت لرزان اني اذكى منها بكتير يا دكتور. انت ذكي؟ لا كده مفيش حاجه تثبتها اصلا. طب بص، نتفق انك لازم تعلمني اعمل تطبيق موبايل يكسر الدنيا. هتسيبني في حالي طيب بعد كده؟ هفكر في الموضوع. بص كنت واخد ده من واحد صاحبي عالم اثار، ده تابلت من العصور القديمه. معقول ده تابلت؟ كم جيجا ده يا دكتور؟ ده مش تابلت عادي، فكرته كأنه دفتر حجري مكتوب عليه حاجات كتير ونقوش. لما فحصت الكتابات دي كويس فهمت انهم كانوا بيستخدموه في مصر القديمه لتحقيق الامان الصعبه. وايه علاقه ده بتطبيق الموبايل اللي طلبته منك دلوقتي؟ اسمعني بس، انا استخدمت التابلت ده وحطيت جواه معالج ولوحه حروف وارقام وحملت عليه برامج وخليته تابلت حديث. شغال يعني ولا ايه؟ مع الاسف لا، مش راضي يشتغل معايا خالص، انا لسه ما وفرتلوش طاقه كافيه. على الاقل اوري الرزان انا قد ايه اذكى منها ومش اقل منها خالص. تمام خده، ملوش اي لازمه عندي. قولي تمام رزان، دلوقتي هتندمي. سامحني في دي كمان، اصل طعمه طلع حلو. بابا كفايه، اكلت الماسك بتاعي. يعني روح قطع لك خيارتين كمان واعصر عليهم ليمون. سنشاهد طريقة تحضير الجيلي الأخضر بطريقة سهلة وسريعة. أولي هغرق البيت دلوقتي جيلي لذيذ. نضع المقادير في وعاء كبير ثم نهرس المادة اللزجة بشيء صلب لدينا. منين بقى أجيب الحاجة الجامدة دي؟ وفي حالة عدم وجود شيء صلب فيمكننا استخدام تابلت أثري قابل للتحمل. تمام، أنا محظوظ جدا، عندي اللي أنت قلت عليه ده. تمام الجيل الآن جاهز. أيوة بقى، نجحت في حاجة أخيرا. يوهو يوهو، انا عملت جيلي، انا فيل سنجل، عندي 35 سنه وعملت لوحدي جيلي في البيت. لا انجازاتك يا فلافيلو. يوهو، اتمنى بعد رقصتكم الغريبه هذه الا تنسوا الاشتراك في قناتنا، اراكم قريبا. باي باي. الجيلي ده تعبني جدا النهارده، انا جعت قوي وبطني بتعمل بولولوم بولولوم وعايز انام فورا حالا في التو. شكلي كده هنام هنا. يا ريت كل الاكل في العالم يبقى ليا عشان اشبع بدل الجوع العجيب ده. انكاتو هاتيهام سوهام
راحة. لا أحد يصدق العلاقة بين الغزال والنمر اللطيف. لحظة معنا أفندم. تمام، جاءنا خبر عاجل، اختفاء غريب جدا لكل أنواع الطعام في العالم بلا أي أسباب محددة، بينما في الشارع مظاهرات، وذلك بسبب الخوف من المجاعة الشديدة. نعتذر أعزائي المشاهدين عن الفيديو الخاطئ، وسنعرض الصحيح. الأكل اختفى مني دلوقتي، كلنا جعانين. يا جماعة فهمونا شو عم بيصير، قولوا لي وين راح الأكل. قصدهم يعني خلص الأكل، السموحة لأخو. كل بالراحة، الحقوني. أنت لابس كده ليه يا أستاذ؟ الأكل هو اللي اختفى مش اللبس، أنت فهمت غلط. صدق تراني فهمت غلط. ايش يعني؟ كيف الأكل اختفى مرة واحدة من غير سبب واضح؟ ايش حناكل اليوم كده؟ ولا شيء، ما في، كل الأكل اللي سويته أمس اختفى من الثلاجة. والآن سوف نتابع مع حضراتكم تقريراً عاجلاً نوجه عنايتكم أنه يحتوي على مشاهد قاسية للجائعين. دقيقة واحدة، عرفت الشارع اللي في الصورة هذا؟ معقول هذا من جد؟ هذا بيت فلافيلو فعلاً. دكتور أبو العنين، حضرتك إيش بتسوي هنا؟ حصل اللي كنت خايف منه، فلافيلو قال امبارح اديته تابلت أثري، قلت يمكن يلاقي له أي استخدام، التابلت ما كانش شغال، بس بما إنه حصل كده يبقى اشتغل معاه وحصل اللي حصل. هو فكر يسوي كده عشان يثبت نفسه قدامي. لو عرفوا إن فلافيلو أخذ كل الأكل هذا، الناس هيعصبوا عليه ومو بعيد يدخلوا عليه البيت ويضربوه، فكر لنا في حل. عشان كده لازم نوصل لفلافيلو قبلهم، بس هنعمل كده إزاي؟ كل المداخل مقفولة والأكل محوط البيت كله. لقيتها، راح نستخدم رستم باشا. سمعت اسمي، هل من منادي؟ مرة حلو، جيت في وقتك بالضبط يا رستم باشا. كيف راح نستخدم رستم باشا يا بابا؟ شوف يا ابني شوف، معدة كلب الشوارع كبيرة جدا زي ما انت شايف كده، حتى لو ما حياكل دحين في أماكن خاصة لتخزين الأكل، وبكده ممكن يقعد من دون أكل لشهور كثيرة مرة من دون ما يشتري أي أكل عشان المخزون. شوف المساحة وشوف كيف تكفي وتشيل أكتر من كده. حلو التأليف اللي مو مفهوم هذا. بس الرسمة دي مش شبهي خالص. عينيا فين يا درغام؟ اها تفضل. رضيئة جدا على فكرة. شوف انا بقالي قد ايه عالم وبرضه ما فهمتش اللي قلته ده خالص. مالكم شغل بالجزء هذا، سيبوها علي انا ورستم باشا. جاهز انت ولا لا؟ على هبة الاستعداد. اعمل مؤثرات بصوتي زي كل مرة ولا تحب اغيرها؟ ماشي يلا ابدا. تشي 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 تشو تشو فرا فرا. يلا نبدا شغل، جاء وقت الاكل. ياهو. تمام، كفاية كفاية كده يا رستم باشا. الأكل ده يكفيني شهر بالتمام والكمال. يلا ادخلوا، يلا بسرعة، يلا يلا اجروا اجروا بسرعة اجروا يلا ها؟ فلافيلو انت فين؟ انا هنا. أنا شفت راس فلافيلو. أنا قاعد باكل من الصبح يا درغام وبرضه ما شبعتش. التابلت فين يا فلافيلو؟ إيه؟ تابلت مين؟ أيوه التابلت، التابلت ده المفروض يحقق لك تلات أماني، وأنت استخدمت أول واحدة منها، حطيته فين بالظبط؟ بس أنا كنت عايز أثبت للناس إني ذكي، مش عايز غير كده، عشان كان لازم أثبت نفسي قدام رزان يا دكتور. معلش يا عمي، ما في داعي أبداً إنك تسوي كده. إحنا نحبك زي ما أنت ومو شايفينك سيء. بتتكلمي جد؟ أولي مفيش داعي للذكاء يا جماعة، خلاص مستحيل تصير ذكي أصلاً. بمزح معاك تقدر طبعاً. دلوقتي لازم نرجع كل حاجة زي ما كانت، بس لازم نلاقي التابلت. لو جاهزين يلا نغطس. هوبا خلاص. اطلعوا أنا هستناكم. أحلي إيه يا ترى بقى دلوقتي؟ أشوف المنيو فيه إيه؟ أوه كباب مفلفل، أهو كده كلام. أوب. لقيت التابلت. وأنا لقيت سندويشة برجر طعمه يجنن. درغام ما تاكلش الهمبرجر ده لو سمحت، كان على الأرض يا صاحبي. كل الأكل على الأرض يا فلافيلو، سلامة الشوف. ما تاكلش ده وخلاص بقى، اسمع كلامي. تمام يا فلافيلو، اتمنى أمنيتك التانية، بس اختار الكلمات بكل دقة، ويا ريت ما تبقاش أكل. يا ريت كل الأكل ده يختفي. لا أولي أنقذتكم. ها؟ هذا عم فلافيلو، إيش اللي صار لك يا عمي كده؟
أصلي لما شفت الأكل ده كله مستحملتش بصراحة، رحت كلت همهم فبقيت اللازاليزو. عملت إيه يا فلافيلو؟ أنت عكيت جامد في الكلام. إزاي يعني؟ زي الكلام الغلط اللي قلته في مدرسة الخدعة البصرية زمان؟ أمبليبون هرمان دبلو. كده أنا بجيت إعلان سوبر ماركت. آسف إني غلطت في الكلام. يا سلام، إيه ده؟ واو، طلع فيه تخفيض على بودنج الموز بالفجل. لدينا خبر عاجل لمشاهدينا ومتابعي حلقتنا. اللي هو أنا يعني ولا إيه؟ أخرجوا هذا الرجل فوراً. المهم، الأحداث الأخيرة غريبة ومثيرة. فقد اختفى الأكل الموجود في بيت الفيل فلا فيل ثانية للأسف، والعالم في بحث مستمر عن الطعام. الفيديو الآخر رجاءً. ايش بتسوي يا عم فلافيلو؟ ما سمعتوش؟ ما بقاش فاضل اكل في اي حته، بالتالي كان لازم حد ياكل التلفزيون. سيبك من الاكل، قول لي التابلت امنيتك الاخيره. يلا امنيتي الثالثه ان مخدتي تفضل ساقعه وانا نايم بالليل ما تسخنش. كفايه تاريك بقى، هقول لك الكلام وتعيد ورايا، مش عايزين مشاكل. تمام، ما تزعقش. هتقول كده بالظبط، امنيتي الثالثه هي عباره عن ايش في؟ ايش اللي صار لك؟ انا يعان يعان. اكل كان التابلت، هات التابلت بتاعنا بسرعة أرجوك. هدوني هدوني. لو ما في أحد فيكم بيعرف يطير أبداً ما رح نرجع التابلت. يمكن ما بعرفش أطير، بس ممكن أطير نفسي. عارفين لعبة صيد العصافير اللي على التليفون؟ أيوة أكيد. دلوقتي هنلعب اللعبة دي مع فلافيلو. معانا أستك ولا لأ؟ عايز أستك، أنا بومباستك أكيد في الدرج الفانتاستك. فلافيلو، لو صار لك أي شيء هل ممكن أخذ الجويستيك والسكيت بورد حقونك لو سمحت؟ نعم؟ إيه؟ عشان فيل تفول عليا؟ لا ما في شيء، أنا أصلاً رح أخذهم كده كده. تمام، يلا لو جاهزين كلنا مع بعض. لحظة واحدة كده، أنا دلوقتي بعدني يعان. أنا جاي وسعه. لهوي كان هيقع. سليمة سليمة، يلا يا فلافيلو فكر فكر، أكيد هتلاقي حل دلوقتي. لقيتها أمنيتي التالتة، أتمنى كل حاجة ترجع لحالتها امبارح زي ما كانت. أنكاتو هاتيهاب سوهاب راهاب. يا بنتي مو معقول جلسة ذاكري من الصباح، يلا انزلي حمام السباحة. طيب رح انزل، بس مين حيسوي الواجب اللي مطلوب مني؟ عم فلافيلو مثلا؟ ايه ده؟ دي حفلة حمام السباحة بتاعت امبارح. اولي كله رجع لحالته الطبيعية، امنيتي اتحققت وديت رسالتي. ايش بتقولي يا عم فلافيلو؟ انا عبقري وبفهم لعلمك بقى يا رزان، وحققت انجاز كبير، بس انتوا مش مقدرين قيمتي. يوبي. انا اسف جدا. اخيرا خلصت، جزعت الذرة كلها ونقيت كيلو إشعاع بحاله وعملت حلة محشي يورانيوم. وبما إني خلصت شغلي أروح أستريح على التلسكوب بتاعي شوية، أما نشوف هنكتشف النهاردة كوكب جديد بقى ولا إيه. ده إيه ده؟ كوكب على شكل حتة بطيخ؟ أنا مش مصدق، أنا اكتشفته، اكتشفت كوكب على شكل حتة بطيخ يا عالم. أوه، ده كمان بيدور في فلك وجبنة مثلثات، دي مجرة غريبة جداً. وإيه ده كمان؟ في شمس كبيرة بتعمل لي باي باي في العدسة. بونسوار يا دكتور. فلافيلو، أنت بتعمل إيه في الفضاء؟ شربت عصير كتير بس وتعشيت. إيه ده؟ يا ده الحظ السيء، التلسكوب اللي حلت باظ، بقى لي ساعتين براقب الحي بتاعنا على إنه السما. باي باي فلافيلو. طلعت في الصورة عيني مقفولة، خدها لي تاني. المهم، نرجع للفضاء بتاعنا بقى دلوقتي، أهلاً بيكم يا نجوم. اهلا وسهلا يا بلوتو. يا مرحبا الساعة. اهلا بيكم كلكم، ودلوقتي ندور التلسكوب يمكن نلاقي كوكب جديد. ايه ده؟ ده شكله قلب. لا ده مخ، انا مش مصدق، يعني نصه قلب والنص التاني مخ، يعني ايه ده بقى؟ انا قدرت اكتشف كوكب جديد يا جماعة. انا لازم احضر شنطتي بسرعة واروح الكوكب ده. شنطتي تجهز حالا. جاهزة يا بروفيسور. خش سناني. اخدتها. نظارة البحر موجودة معي. ماكنة التوست اللي بترمي ليزر معنا منها. صح، ما عندناش، كنت بختبرك. يلا بينا نتحرك حالا. اخيرا طالعين رحلة. انا ما كنتش منتظر منك الصدة بصراحة. ولا انا. Ibadah, ibadah, ibadah.
فيني أعرف ليش إجينا لهون يا بروفيسور؟ قلي جينا هنا علشان دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن نروح بيها الفضاء. يلا اللي بعده. تمام، عدي يا شنطة ورايا. تمام، بتمنى إنه الموضوع ينجح. ابعتنا يا كابتن. باي باي. شو هاد؟ يعني هي فقط الاستخدام بحالة الطوارئ؟ شو المقصود؟ هو يقصد يعني إننا كده رايحين الفضاء. كوكب القلب والمخ الجديد. يلا نستعد للهبوط. إيه جاهز؟ يلا. إيه حكاية الصريخ الجديدة دي؟ المرة الثانية منجي بالطيارة، هي مو مريحة بنوب. إيه كل ده؟ أنا مش مصدق دي كل المخلوقات هنا على شكل مخ. ممكن يا بلو بيف استلف منك أكل قد محيط أضلاع المثلث؟ هديك يا لانشون، بس هاخد منك تمنها 2×2 جسر تربيع. 2×2؟ لكن ده كتير قوي. أنت يا ابني ممكن تديني بطاطس من اللي عندك دي؟ طب أنت عايزة كتلة مربعة في ضرب جاذبية قد إيه؟ بيديني أصغر عدد أو اللي عندك وخلاص. أنا مش مصدق، معقول كل الكائنات عبارة عن عقول ذكية جدا للدرجة دي؟ دول بيحلوا مسائل بينهم وبين بعض وهم في السوق كمان. تعالى لما نمشي وراهم نشوف رايحين على فين كده. معنا هذا الأسبوع في برنامج الأكوان الموازية سنشاهد انتقام عجلة الراحة السريعة. أوه، انظروا انظروا ماذا أفعل. بابا بابا بابا. ما في شيء جديد على التلفزيون، كان زمان بيكون في برامج سياحية مفيدة جداً، على الأقل بنشوف أماكن جديدة. ما حد صار بيشوف الأشياء هذه، الإنترنت خلى الواحد يشوف كل الأماكن وهو جالس في بيته. طيب ممكن نعمل برنامج سياحي ونذيعه على الإنترنت، إيش رأيك في الفكرة هذه؟ ورح نوري الناس أماكن جميلة ما شافوها قبل كده. إيه رأيك نوريهم تحت سريري مثلاً؟ أنا حجيب الكاميرا حقتي وأجيلك. يلا يا فلافيلو، تعال نحط راسنا في راس بعض ونفكر في أماكن حلوة. البانيو ده مكان ما تصورش قبل كده. هذا مكان مبلل مرة. أهلاً أمخاخي الأعزاء، أنا جمعتكم النهاردة علشان هتكلم معاكم في موضوع مهم جداً. النيزك اللي في الشاشة ده عايز يضرب كوكبنا، وده طبعاً عدوان لازم نفكر إزاي نقاومه، وإلا هنروح في الكبدة. النيزك ده شبه المكرونة بالزبادي. الملفات شكلها اتلخبطت تقريبا، الكمبيوتر كمان مسكين مش ملاحق على ذكائنا الخارق. طب مين فينا اللي حط صورة المكرونة عنده كده؟ النيزك اهو شايفينه؟ وطبعا يا جماعة النيزك ده هيضرب كوكبنا بعد تربيع عدد من الساعات، فاحنا لازم نتحرك بسرعة وإلا هنتمحي. لكن ده طبعا مش كفاية، مضطرين للأسف نتعامل مع قبيلة القلب اللي عايشين في الطرف الثاني من الكوكب، وهم دول اللي قدامكو. ودلوقتي صورة بقلاوة، الكمبيوترات غريبة جدا النهاردة. الكائنات دول بقوا عاطفيين، وللأسف بسبب عواطفهم دي مش قادرين يتقبلوا إن النيزك جاي في اتجاهنا يدمرنا. أما إحنا فلازم نحل المشكلة دي ونشرف أجدادنا اللي سابولنا تاريخ مجيد. انتوا إيه رأيكوا؟ نشوف دلوقتي أجدادنا العظام ونفتكرهم؟ ودلوقتي صورة طشت بدل صورة أجدادنا. ارمي يا عم الكمبيوتر ده بقى. دلوقتي تعالوا نعمل الشيء المنطقي بالنسبة لنا، نوقف النيزك ده لوحدنا ونوري قبيلة القلوب إنهم غلطانين لما فكروا ما ينضموش لينا. ده أحسن قرار. شايف إن ضلعين المثلث متساوي الضلعين دايماً متساويين؟ لكن السرعة تساوي مسافة الطريق على الوقت. يا قوة الذكاء اللي فيكم دي يا جماعة، شو عم تعمل عندك؟ ما قدرتش أقاوم اللحظة. ده شكله مش مخ زينا، أكيد ده جاسوس القلوب جاي يراقبنا. بسرعة امسكوه وحطوه في الحبس هو اللي معاه. ليش خفتوا منا؟ سيبوني سيبوني، أنا بريء أنا أبدا ما عملناش حاجة. يا ابني إيه لازمة السريخ ده بس؟ بركي حدا فيه يساعدنا. الكل دايماً بيخاف من اللي بيجهله، هم لما شافونا مختلفين خافوا وقرروا يعاقبونا ويحبسونا هنا. انت بتعمل ايه يا شنطة؟ عم طلع الأواعي اللي جبتها معي حتى ما تنكسر. شو مو فارقة معاك؟ الحق. انت جبت جهاز الاتصال بين المجرات بتاعي؟ قلت بجيبه بركي بنحتاجه. انت أعظم شنطة في حياتي. طب صوتك ده مش حلو خالص. المهم بالجهاز ده أطلب مساعدة أصحاب الثلاثة الموجودين في الحي. تمام كل شيء جاهز. ها الصوت كويس يا ولدي. نظيف زي الزيت. فلافيلو وانت ايش الاخبار؟ نظيف زي العسل. يعني متبقي كده تعريف المكان، ما حد شاف منكم المكان هذا قبل كده يا اعزائي المشاهدين. الو الو انتوا سامعيننا عندكم؟ دكتور ابو العينين. ابو العينين
مبروك يا دكتور، انت طلعت على التلفزيون، خلاص ما راح تعرفنا بعد كده. افتحوا لي ودانكم واسمعوني كويس انتوا الثلاثه. فتحها كويس اهو، ومحدش يقدر يفتحها قدي كده صح. انا دلوقتي محبوس في كوكب القلب والمخ، لازم تيجوا تنقذوني في اسرع وقت. دلوقتي هاتوا ورقه وقلم واكتبوا ورايا، اوصف لكم المكان. اتكلم. هتدخلوا اليمين اللي بعد بلوتو، وقبل المشترك الكبير خدوا الشمال اللي عند التقاطع قدامكم، بين الاربع طرق كده هتلاقوا الكوكب على شمالكم. الراجل بيوصف لنا كده محطه بنزين مش كوكب خالص. لما تشوفوا المخاخ هتعرفوا انكم في المكان الصح. حلو جدا، هذا مكان روعه عشان البرنامج السياحي حقنا اللي حنصوره. راح نعرف الناس على كوكب ما يعرفونه ولا شافوه. كيف راح نروح الفضاء اذا؟ اكيد بالطريقه الخاصه حقتنا. بالطريقه الخاصه حقتنا كيف؟ يلا يلا ندخل فوقهم. يلا اعلى، يلا اعلى اعلى. انتم من طلبتم؟ هيا يا شباب سنرميهم بقوه. احنا رايحين الفضاء. عرفوا يحلوا موضوع الحرق لما ندخل الغلاف الجوي بدل دالي للحرق. ايوه ايوه، يا ريتهم يشوفوا حل ليه بدل ما يعملوا العاب للموبايلات وفيديو جيم. حسب الكتابات على الشاشه في الخوذه حقتي نسبه الهواء كويسه، ممكن نخلع خوذتنا وبدلتنا وراح نكون في امان. تمام يلا، انا كده هبدا تسجيل فلافيلو، ابدا حالا. المكان ده اتبنى سنة 1569 على يد سكان البلالايكا، وفي عام 3975 جم سكان تانية صنفروه وعملوا البوية الحلوة دي. من جد تأليف وتخريف ولا أروع، كمل. تأليف في رغيف على الماشي. احنا جينا المكان الصح، ماني شايف أي عقول هنا أبداً، شكلنا كده ضعنا. صحيح، ايش المكان الغريب هذا؟ عمو صافي، فيك تعطيني مفاتيح الشاليه مشان أقضي الويكاند؟ أكيد يا ابني طبعاً. عيب هالسؤال، بس فرجيني بالأول قديش بتحبني من قلبك ولا لا يا ولد. هالقد يا عمو، ليك ليك عم بتشوف؟ مظبوط، بتحبني وما في حدا جواك غيري. يا ابني أعطيني نص كيلو جبنة بلا زيت من عندك، بس شي مرتب. قدي حقه؟ اتفضلي، هي حقه كلمة طيبة أو ممكن ابتسامة. انت كتير بتشبه ابني. تفضل خد هدول لإلك ومعن عبطة كبيرة كمان. يسلموا ستنا، مع السلامة. لو سمحت، المفروض يكون في عقول كثيرة هنا، تعرف فين ألاقيهم؟ العقول؟ هدول ساكنين بالنص الثاني من الكوكب. أوهو، أنا حاول قدامكم أتكلم بلغة الشخص ده وخلونا نشوف هنقول إيه مع بعض. هبلي 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 ودودو بليو بليو بليو. قلت ايه؟ شو عم تقول انت منيح؟ اوه، وبيجاوب كمان، حضارة متقدمة. تمام، بس لو احنا طلبنا من حضرتك شيء كده، يا ترى تودينا لطرف العقول ولا هذا صعب عليك؟ للأسف لينا صديق محبوس هناك. اكيد فيني اخدك، بس بدك فرجيني قديش مقدار محبتك إلنا. قد كده، ده كفاية؟ لا ما بكفي. قد كده. حلو، يلا مشوا معنا. بتصور انه في شيء خطير عم يصير. تسجيل، ابدا يا فلافيلو. مشاهدينا الاعزاء، دلوقتي احنا في قريه المخاخ، المكان اتبنى منذ الميلاد ب 3 مليار على ما اعتقد، كمان حضاره الهوبالالا اتولدت هنا، نشيدهم الوطني واللي كلنا عارفينه هو هوبالالا. يلا نرقص حاله. شكرا جدا. انا عمري ما شفت تاليف كده. خلاص وصلنا، بس كيف حنعرف مكان دكتور ابو العينين هذا؟ ها؟ ايش هذا؟ هذا لبس دكتور ابو العينين، شوفوا علقهم برا عشان نلاقيه اكيد. يعني انت جبت بلاستر معاك بس نسيته، ما جبتليش لبس زياده البسه. برافو، بقيت عامل زي العيال. دكتور ما تقول هيك، كثير لا بقلق. يا دكتور. ليس لقيتونا خلاص؟ فين المفاتيح حقت هنا؟ اكيد بجبت الحارس اللي قاعد قدامك. شخصيه جديده ده بقى ولا ايه يا صاحبي؟ هقول لك حاجه، انا الشخصيه المرحه الوحيده هنا، لكن الشخصيه دي اتحجزت. ممكن يبقى الشخصيه الغريبه دي كمان. دي اخر 10 دقايق قبل وصول النيزك، واحنا مستنيين هنا من غير اي فايده. يلا بينا نهرب. تمام يلا اخرج بسرعه. في ايه؟ ما لقيتوش اي حل نوقف بالنيزك المتهور اللي جاي علينا ده؟ يا فندم حسبنا كل الاحتمالات، لكن من الناحية الحسابية احتمالية نجاحنا معدومة. لأنكن بلا مشاعر. ها؟ ده قلب؟ انت بتعمل ايه عندنا؟ وجودك هنا ممنوع نهائي. والفيل والأسود دول بيعملوا ايه؟ ومين دخلهم؟
يا فندم، دول أصدقائي وكويسين، جم عشان ينقذوني بس. أنقذوك على الفاضي يا جميل، بعد شوية النيزك هيجي يخبطنا ويدمرنا ومش هيبقى فيه أهمية لأي حاجة. ليش ما تشتغلوا كفريق واحد في القلوب والعقول؟ هذا حينقذكم. دي سذاجة، هم مستحيل يفكروا بمنطق أبداً للأسف عاطفيين. شوفوا، جينا كفريق ننقذ صديقنا دكتور أبو العينين، يعني إحنا معاكم بسبب عواطفنا. وبعدين باستخدام ذكانا انتبهنا على الدليل اللي سابه لنا دكتور أبو العينين هنا، شفنا ملابسه وعرفنا نيجي ننقذه. إيه قصدك يا شبل يا صغير أنت؟ المنطق والعواطف دايما بيشتغلوا مع بعض، مو منفصلين، ما في شيء فيهم بينفع من غير التاني. أنا دائما جاهز للشغل معكم، وأنتوا عارفين نحنا فينا نوقف النيزك إذا اشتغلنا سوا. اللي قلته كلام منطقي على فكرة، ما فيش ضرر من التجربة دي، كان في طريقة جربوها أجدادنا من مئات السنين وكانت ناجحة. إيه رأيك نجربها دلوقتي؟ طيب وليش لا؟ يلا نقضي على النيزك. تعال يا نيزك يلا. يا نحن نشكركم يا جماعة، نحن فهمنا قيمة بعض منيح ولازم نتحد. العفو، ما في أي شيء. وبكده نبقى وصلنا لنهاية رحلتنا السياحية الممتعة النهاردة. ما تنسوش تحضروا شنطكم للرحلة اللي جاية في حلقة جديدة من برنامجكم تاتارارا. ما رح انسى. ما حدش هيبقى مضحك أكتر مني في المكان ده. اوعى تحاول تاخد الاهتمام مني يا حتة شنطة انت. ايه في بوقك؟ ايه خفت؟ ايوه شكلك خفت شوية. ها أهلا وسهلا بكم أعزائي في مسابقة الحي الجديدة. سنبدأ بالسؤال الأول. ممكن نبدأ بالسؤال اللي احنا نختاره معلش؟ لا. طب ممكن ناكل سجقية كده في السريع؟ لا، والميكروفون أمامك الآن. السؤال يقول: متى تم إلغاء البشوية ومن آخر البشوات؟ رستم باشا. أفندم، إجابة صحيحة 100 نقطة. قل لنا من تريد أن تعاقب وكيف. ممكن أكفخ رستم باشا بالطرطة في وجهه. ده مش عقاب حضرتك، دي هدية طعمة بجد. أنا النهاردة لن أبيت جوعانا. والآن السؤال الثاني. البرازيل. أنا لم أسأل بعد، هل أنت بخير؟ تمام، وأنت أخبارك إيه؟ سكوت رجاء. حاضر. المهم السؤال الثاني، ترى من أكثر الماعز عندا في حيكم؟ المعزة نجمي. لا ده ما أنا. لا 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 لا، أنا ما عنيد كده. لا تعاند قدامهم يا نجمي. إجابة صحيحة 100 نقطة للأستاذ درغام. أخبرنا الآن من تريد أن تعاقب وكيف. اديني طرطة. المعزة نجمي تنزل تحت حالا. انت قصدك شنو؟ وصلنا الآن لآخر سؤال، ويقول الحي: أيوة كده، كلمنا عن الهمبرجر. أرجوك اسكت تماما، المسابقة ليس بها سندوتشات. المهم، من هو العالم الذي أرسل حينا بالخطأ لكون موازي في الشتاء الماضي؟ أبو العنان. أنا ما كنتش قاصد فعلا، أنا ضغطت على الزرار بالغلط يا جماعة. اتنقلت بعدها فجأة الكوكب العناكب، إيدي خبطت على الزرار ومش قصدي. الفائز في المسابقة الأستاذ درغام، فلنحييه جميعا. والجائزة هي رحلة لك ولعائلتك لأشهر المناطق السياحية. العنودة تفرح مرة يا فلافيلو. ويهو، خلصت من غير ما يحصل لي أي حاجة. كرة بلاتس تطيح على رأس فلافيلو. يلا لو سمحت. الجائزة هذه بابا اللي فاز بيها. إجابك هنا يا عم فلافيلو. ده كان سؤال البنوتة. الفيل البنفسجي يسكت هيرد عليها على طول طبعا، عشان باباك يزهق في الرحلة من غيري. خلاص؟ مو مصدق، مداخن حريات البحر طلع جميلة. فين حريات البحر دي؟ اسم مداخن حريات البحر جديد، هدول انعملوا بأثر التآكل من المية اللي جت من الوادي فسموها كده. وهنا كمان في مدخن على شكل جمل ليه سنم واحد. فين يا ترى هادي؟ لقيتها. لا هي لقيتها، خد لي صورة يا درغام وانا كده. شو قاعد تسوي؟ يلا انزل. افهم، انا مو مدخنة، انا جمل حقيقي. ما تحبكهاش وتكبرهاش زيادة عن اللزوم كده. بس خرابيط، انزل عني. في هنا كوخ قديم شايفينه، ينفع للتصوير على فكرة. ها؟ ايش صوت البكا اللي هناك؟ الكوخ المسكين هذا بيبكي. بلا مزح يا جماعة، ما في كوخ بيبكي. وبالنسبة لانك بتتكلم هذا عادي؟ هذا اللون الزهري اللي عم بيبكي. أنا تعيس جداً بجد. إيش اللي حصل؟ ليش بتبكي كده؟ سألت الأميرة الصغيرة فرد اللون البامبي وقال: وأنا ليه مش في قزقزح يعني؟ دخل الأمير الشايف في الموضوع فجأة وهو بيقول: بص شوف، رح نساعدك يا لون بامبي، رح نحطك في قزقزح. اللون البامبي سمع وفرح جداً وقال وبكل ثقة: ده حقيقي؟ شكراً يا صديقي. طيب
هتعملوا كده ازاي؟ عرفني. لما سأل كده بصراحة الأميرة أم العريف اتكلمت وكأنها عارفة كل حاجة وقالت: أول لازم نخلي الدنيا تمطر عشان نطلع قوس قزح. في الوقت ده الملكة أم قلب طيب اللي واقفة هنا كانت بتفكر أطبخ إيه بكرة يا ترى؟ يا ترى هيبقى فيه كفتة ولا فلافيل وكافي؟ سيبك من موضوع الراوي هذا ولا تصدعنا، أنا فعلا ماني عارفة إيش حسوي بكرة على الغداء. أنا قررت خلاص ما رح أكون جزء من تفاهتكم اليوم يا حلوين، ورح أروح أتفسح وأتصور شوية كده. فايتك متعة كبيرة رح تندمي عليها من جد؟ أكيد أكيد فايتني كتير. يا جماعة اسمعوني، إيش نسوي عشان نطلع قوس قزح؟ نتفرج على فيديوهات قطط لطيفة على الإنترنت. كيف هذا يعني؟ بصي كده، كوتشي بوتشي فوتشي، كوتشي بوتشي فوتشي. آي لا لا، اللي انت سويته هذا رسوم متحركة وما حيفيدنا في شيء. محتاجين شيء حقيقي دحين. اشرب المويه اللي في السطل هذا يا عم فلافيل. اوه حلو قوي، خلينا نجرب. بلق 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 بلق. تمام، انفخ المويه هذه لفوق وكأن الدنيا بتمطر علينا. يلا وشوفوا. يا ولاد انا اسف فعلا، نسيت اقول لكم خرطومي مسدود خالص. فاضل شويه كمان. بما إن خرطوم عم فلافيل ومسدود صار لفترة كبيرة، محتاجين فكرة أسهل من كده. وإيش الفكرة يعني؟ أنا راح أقول لكم. قولوا لي يا أولاد، المطر أصلاً كيف ينزل؟ حنعيط زي الكرتون الياباني كده لما بيضربوا بعض والمية تنزل من عينينا من الجنب زي الشلال زي كده. تاني بتشرح بالكرتون، لازم طريقة علمية، لازم نفكر بالعلم بالعلم. أنا هوريكم العلم يا أولاد، ركزوا. هنزل لكم مطر بالفلفل الأسود اللي معايا هذا. في سحاب حوالينا ولا لا؟ في واحدة جاية هناك. هاي هاهو، فلفل أسود كثير عليكي. إيه يا سحابة؟ أنا عندي برد. أنتوا مسكين في العلم في العلم في العلم، صدعتوني. الدور عليا دلوقتي، شوفوا هنزله إزاي. أنا هخليها ترخ. إحنا ليش لبسنا اللبس هذا؟ شوش، بص كويس وتعلم. وخروا، المطر القوي جاي. أتمنى لك النجاح والحظ السعيد يا فلافيلو. شكرا لدعمك لي يا درغام. دلوقتي هنرقص رأسة المطر. إيش رقصة المطر؟ عايزين مطر. هوبا هوبا جوبا جوبا، عايزين مطر جوبا جوبا. هذه أخس أغنية سمعتها في حياتي يا لي. هوبا هوبا عايزين مطر، هوبا هوبا عايزين مطر. يلا يا ابني أنت وهي. أوف تمام. هوبا هوبا جوبا جوبا، عايزين مطر عايزين مطر. هوبا هوبا جوبا جوبا، عايزين مطر عايزين مطر. المطر بدأ فعلا. أيوة كده، هدف لفلافيلو. يا السلام عليا. أنا مو مصدقة دحين. شوفوا أشعة الشمس رح تنعكس على قطرات المطر، وقوس قزح رح يظهر واضح قدامنا، وحنقدر نساعد البمبي بسهولة. تمام يا رزان تمام، تعال نطلع فوق حالا. يلا. لكن كيف؟ لقيتها، البالونات الطائرة هنا مشهورة، يلا نركب واحدة. أيوة صح، يا بتاع البرالين. هوبا يلا طيرنا معاك. شو عم تعمل؟ أنا تبع بلالين. إزاي؟ بالوناتك مش بتطير يعني ولا إيه؟ لازم نركبهم، اسمعني بسرعة يلا. لا يا أستاذ، أنت فهمت الموضوع غلط. مو البالونة هادي، البالون هادا. واو مو مصدقة. بمبي يلا شوف قز قزح طلع. بمبي اصحى يلا، الوقت جاي خلاص. انا نمت معلش، انا جاي وراك. باي، مع السلامه يا كوخ. الوداع يا ابني، بتمنى لك التوفيق. بسرعه يلا، لازم نطلع فوق في اسرع وقت ممكن. يا ترى مين رح يسوق البالونه؟ انا انا انا. لا يا فلافيلو، انا اصلا اكثر واحد بيلبس بدل في حياته، عشان كده هسوقها ولا تعترض. لا انا اكتر 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 واحد بياكل بودنج بالموز يا درغام. ايش؟ انا كمان اكل بودنج بالموز يا فلافيلو. هم دول على طول كده. استنى، راح يبدون مسابقة تنطيط الكرة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. لا لا، نططت خمس مرات. انا هبدأ. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. لا انا اللي حسوقه. خد عندك. لا انا سيبه. البالونه بتطير، نطوا بسرعه نطوا. شكرا
شايفين قزقزح الجميل هذا؟ اتركه اتركه انت بابا، سوقه كويس عشان ما نطيح. اهو قزقزح اهو فوق اهو، ما فاضلش كتير. فلافيلو ابعد. ماذا تفعلون؟ فلتتعلموا القيادة. بيقول لك انت يا درغام سيبه شوية. لا بيقول لك انت. معلش انت قلت لمين الكلام هذا؟ ها؟ قزقزح بمبي، وصلنا القزقزح. نط يا بمبي ويلا روح لهم. مش هينفع اسيبكم في الوضع ده. مالك دخل فينا، روح حقك حلمك اللي حلمت بيه. بس انتوا بتخاطروا عشان يلا, يلا روح. ها هو في ايه؟ انا كمان في قزقزح مع عيلتي. يا سلام. هو في ايه؟ درغام دركزيون شكله اتخلع. مو انا، انت سويت كده. خلاص تعالى يلا ننطط الكرة ونقرر مين اللي عمل كده وخلعه. ابدأ. واحد اتنين ثلاثة. فرقعت البالونة. هقول للماما عليك يا درغام. هنشوف ابطالنا هيقدروا يتخلصوا من الموقف ده ولا ايه. تقدروا تتابعونا هنا لحظة بلحظة. ايش بتقول يا عم فلافيلو؟ هدموا وقتك. البنت الصغيرة هتفضل تسأل أسئلة غريبة كده كتير، لكن يا ترى هتسكت؟ كل ده في الحلقة الجاية. فلافيلو يا ليت ما تخانقنا وكتسبت لك هو. والأب يا ترى هيقدر يواجه أخطاء الماضي ولا فات الأوان وهيعيش ندمان؟ فلافيلو لا تتمسخر، أنا من جد آسف إني دخلت معاك في مضاربة كبيرة عشان الدركسيون. يا ترى الفيل الوسيم أبو كاريزما هيسامح أبو شنب أصفر؟ تابعونا وهتعرفوا كل التفاصيل. يلا يا جماعة أسرع انقذوهم. قزقزح ما هنوقع. هولي بولي بو ولي هب يهو. بمبي انت بطل يا صديقي، انقذتنا. يا صحابي ما كانش ينفع اسيبكم بعد كل اللي عملتوه. شكرا على كل حاجة. اشوفكم تاني في مطرة جديدة واوقات لذيذة. باي 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 باي. في احد يبكي تاني؟ مين المره هادي؟ انا اللي عم ببكي. انا كتير زعلان يا جماعه. ايش بك؟ ليش زعلان؟ انا من زمان كان بدي اشترك بسباق سيارات. فيكم تساعدوني حقق حلمي؟ لا ابكي.